السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درس تفصيلي عن كيفية استخدام الـ Hair Dynamics في بلندر فيرجن 2.9. إذن عندنا أي مش، سواء كان هذا المش فونت أو لوجو أو ممكن أي موديل. فإذا أختار المش اللي هي بالفونت وأختار F3 وكويك فير، فمباشرة هيقول لي هو ده اصلا المفترض يكون مش. فهو دلوقتي هحوله الى مش عن طريق object convert to editable mesh. دلوقتي هو عبارة عن مش، ف تاني في 3 quick fair مباشرة هيضيف لي fair بهذا الشكل او الهير. فهذا بدل الداينامكس النمبر ما عنديش فيه اي مشكلة، ممكن ازود النمبر 2000 وليكن او اي رقم. الهيرنس هنزوده نخلي 0.25، ممتاز جدا. السيجمنت هنبدأ بفايف، خلينا نبدأ بفايف عشان السيموليشن. ده كله ما عنديش فيه ادنى مشكلة، ولكن ايفن ديستريبيوشن هذا الايفن ديستريبيوشن. طيب هفعل طبعا الهير داينامكس، والكواليتي ستيبس اخليها وليكن 8. كل ما ازود الكواليتي ستيبس بيكون في عندي السيميليشن بيكون صحيح. ده كله هنتحدث عنه، ولكن خلينا نضيف الفيزيكس. طيب مباشرة هذهب الى الفلور واختار اخليه ريجيد بودي باسيف. ده كده يكون ريجيد بودي اكتيف وفعل. طبعا الديناميكس لازم يكون فعال. طيب لو ذهبت الى اللاي اوت وضغطت على بلاي، فلاحظ عندي اللي بيحصل كالتالي. طيب ده كده حصل جزئين، انه سقط فعلا لكن الهير ما سقطش مع التكست، وده كده يعني يعتبر زي ما نقول بج في بلندر. فاللي هيحصل اولا ان هضغط على بيك اكشن من 100 ل 200 واختار كل النقاط واضغط على اوكي، وانتظر بعض الوقت حتى ينتهي من البيكنج اكشن. خلينا نشوف ايه اللي حصل لما عملت بيكنج اكشن. من البداية خالص سقط كالتالي، وظهر عندي هو بيعمل رود لود او كاشنج. فاللي يهمني ان الهير اشتغل. فدلوقتي ممكن احذف الريجيد بودي او الغيها واتعامل مع الهير. طيب في حاجتين هنا في الهير داينامكس، البين جروب والاستيفنس. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ البين جروب البين جول سترينث والاستيفنس. مبدئيا كده لو الاستيفنس ديت ممكن تزيد لاي رقم، ممكن تبقى 2000، ممكن تبقى 200، ممكن تبقى 1500، لكن البين جروب اخرها 50. طيب البين جروب البين جول سترينت بتختلف تماما عن الاستيفنس. الاستيفنس هيخليها مرن او غير مرن، البين جول فهو هيحدد لي كل الستراند نفسه هيكون مرن او ازاي هيتعامل في البنجول سترينس. يعني باختصار ده هيكون اشمل من الاستيفنس. انا اخلي الاستيفنس زيرو تماما والبنجول وليكن 1. في ايه تاني في الفوليوم؟ ده كده ببساطة لحد 200، وممكن نضغط على بيك. الاند فريم 200. لو عملت بلاي ده كده الهير، وده شكل الهير. طيب مفترض نغير حاجة كنا مفترض نغيرها في الاول الريندر. طيب الستيبس هتكون 4
الفيبورت ممكن يكون وليكن 5، ولازم نفعل البي سبلاين ده كده تمام. العدد ممكن كنا نغيره ميشن، نلغي البيك ونغير العدد ده كده كان ببساطة. وطبعا ماتيريال هنستخدم ماتيريال، درس ده ما فيهوش اي اضافة ماتيريال، لكن من هنا الفير ماتيريال ده اللي هيتم لون ال وليكن ده تكست. فمن هنا هيكون الريندر كلام سليم. ريندر از ممكن بس فيوبورت كولر تمام. ده كان ببساطة شديدة ازاي نتعامل مع الهير داينامكس. ده كان نظرة شاملة بدون دخول في تفاصيل ازاي نعمل كومباين ما بين الرجل بودي والهير داينامكس.